في المحافظات امبارح كان في أخبار كتيرة مهمة لها علاقة باعتماد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وده لشباب الخريجين في محافظة قنا. كمان كان في انطلاق المشروع القومي لرياضة المرأة في محافظة الأقصر، وكمان كان في أخبار تانية في القليوبية وأسوان والبحيرة، خلينا نتابعها كلها. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من قنا اللي تم فيها اعتماد 95 مليون جنيه لتنفيذ 2440 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة. في القليوبية أعلن المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 245 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، وقال إن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة ضمت 447 كيلو متر بتكلفة إجمالية حوالي 1,580,000,000 جنيه. في أسوان أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان انطلاق القافلة الطبية الثانية لدولة تنزانيا. القافلة بتشمل عدد من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة في تخصصات المسالك البولية، خاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وكمان بتضم العديد من التخصصات الطبية زي العظام والمسالك والجراحة العامة والتخدير. في البحيرة أعلن الدكتور هاني جماعة وكيل وزارة الصحة استلام 12 جهاز أشعة بتكلفة إجمالية حوالي 5 مليون جنيه، هيتم توزيعهم على 12 مستشفى تابعة للمديرية لخدمة المرضى في أقسام العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية. في الأقصر تم إطلاق المشروع القومي لرياضة المرأة، وده في إطار اهتمام الدولة بصحة ولياقة المرأة المصرية. المشروع بيستهدف 300 مشاركة على الأقل، وبيشمل ألعاب كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة اليد والكاراتيه.